دولة على ناس وناس. إذا ما زبطت البلد بتمنى ابني يكون هناك وتيجي لسنة. اللي بيقتل مرة بيقتل مليون. أنا بدي الدولة. لا فرق في الزمان أو المكان، إن كنت تسير في الشارع أو جالساً على شرفة، إن كنت تحضر زفافاً أو ربما نائم في سريرك، قد تطالك رصاصة طائشة من فوهة سلاح طائش. هذا السيناريو يتكرر في لبنان بفعل السلاح المتفلت الذي أصبح ظاهرة تتضمن إطلاق الرصاص عشوائياً في مناسبة مختلفة. الو، ايه كبير، تمامتك وصلت، جيب لي المصاري وتعال، فيك تستلم هلا. اهلا بكم الى بلد يشهد بشكل شبه يومي حوادث امنية سببها السلاح المتفلت بين الناس، بلد يسهل فيه شراء الأسلحة بانواعها. اهلا بكم الى عين المكان. أنا كانوا لما بيظهروا أولادي حتى يسهروا مثل كل أم فهمون انتبهوا على الطريق، ما تسرعوا ما تشربوا، بس ما كنت فهمون أنه ممكن يطلع لكم إنسان يشهر سلاحه بوشكم ويقتلكم. إليان ظهرت من بيتها لحتى تسهر وتحتفل بعيد ميلادها هي ورفقاتها، مثل كل شاب وصبية بحق لهم يظهروا. بس للأسف إليان رجعت بتابوت أبيض من قاتل متدهور، ظهر من بيته حامل سلاحين أميرة وغير شرعي. قرر يسهر بنفس ال يعني عزموه رفقاته لحتى يجي يسهر معهم ومنعوا السيكوريتي، صار في مثل تلاسن. للأسف يعني بالصدفة إليان جاي على البيت، هو عصب وجه سلاحه على العالم وطلعت بوجهه لإليان مباشرة. هلأ قصدها أو مش قصدها، بفتكر ما بحق له ينهي حياة إنسان بريئة، يعني لا مع سلاح تواجهه ولا جربت تحكي معه ولا هي منعته. يعني ما بعرف شو بدي أقولك، هيدي مصيبة علينا وعليه وعلى أهله. كنا قاعدين سهرانين نحن والعائلة، بنتي واقفة حدي عم لبسها جاكيت وراحت شوي، وفجأة بسمع صوته فقع والشي ضرب بوجهي. شو هو هذا الشي ما عرفت، صرت اطلع انه بركي شي من فوق، شي لبنة شي حجر خبط بوجهي، ما عرفت شو. الضو كان كتير خفيف، ما حدا فهم شو صار، بس عم صرخ وحط ايدي على وجهي. دوس هيك لقي مي عم تطلع، بس شو هي هيدي المي مش عارفانه، هو كان دم. لوقت اللي طلعت بالسياره وركضوا فيي على المستشفى، نزلت المرايه وقلب شوف رصاصه هون عم تلمع. اول شيء ما عرفت شو انه رصاصه يعني، بس وقتها شفتها عم تلمع وعملت هيك بيّنت أنه رصاصة. ساعتها بلشت صرخ مش عشاني، عشان بنتي، لأنه أول شيء خطر براسي أنه بنتي كانت واقفة حدي وكانت قشطة بنص راسة لو أنها بعدها واقفة. طلعت على المستشفى وعملنا العملية وخلصنا، دقيت لجوزي وخبرته شو صار، طبعاً ما صدق، فلحتى شاف بصورتي بعينه لحتى أجا. نزلنا أنا وياه عند الدرك، قدم الدعوة وتقيدت ضد مجهول،
مثل العادة. اليوم في ثلاثة حيوزعوا هلأ بالسوق، وأنتوا ثلاثة حتوزعوا بمنطقة رأس العين، أوكي؟ بتوزعوا البروشيرات، وإذا في محل فينا نوقف قدام الواحد ونشرح له شو شغلنا بالضبط، يا ريت نشرح له الطريقة موجزة مثل ما أخذنا التريننج بالجمعية. أوكي. جمعية سيف سايد تأسست بال 2016 من وراء حادث أليم صار معنا شخصياً، خسرنا شاب من زينة شباب بعلبك اللي مات عن طريق الخطأ برصاص طايش، وقررنا أنه حياته ما تروح حذر ونعمل حملات توعية قدر المستطاع بكل المناطق اللبنانية. احنا عاملين حملة ببعلبك ضد رصاص الطايش، فإذا بتريد تطلعي على هيدا، هي نظمتها جمعية سيف سايد. قبل ما كان في مثل هلا مواقع التواصل الاجتماعي وكان تليفونات وكان في شيء، كانوا من ضيعة لضيعة إذا بده يخبروا إذا في عرس أو إذا في حالة وفاة كانوا يطلقوا ضربين حتى يعرفوا انه هون صار في عزا، في مشكل، يعني في طريقه معينه بالقوسات انه هون في عزا، بتجي اهل الضيعه الثانيه ليوصل الخبر، يعني كان هو خبر شؤم اطلاق النار. بعدين صار يستعملوه للافراح. بعدين اجينا حرب، نحن بلبنان حرب اهليه، خلت كل بيت لبناني يحمل سلاح، كل بيت لبناني يكون في عنده سلاح. خلصت الحرب الاهليه، الدوله ما قامت بمهامها، ما شلحت سلاحها سلحت السلاح للمواطنين، لا بالعكس خلت سلاحهم عندهم وصارت تعطيهم رخص ليحملوا سلاح. تجارة الأسلحة هي مثل حياة تجارة تانية، متعلقة بالعرض والطلب، يعني في سلاح متداول بالسوق بنجيب من السوق المحلية، هذا السلاح اللي بينباع من شخص لشخص لشخص، هذا هو يعني بيعمل حركة بسوق السلاح، وكمان بصير في عملية تهريب. نحن شغلتنا نأمن هيدي السلعة اللي هي السلاح وقت اللي يكون عليها طلب، يعني هي مثل حياة تجارة تانية ما بتختلف عنها شيء، غير انه هي تجارة ممنوعة قانونية. السعر السوق هو اللي بيحدده، يعني العرض والطلب. مثلاً سعر الأخمص خشبي إحنا عم نبيع هلأ $600، وهي كمان قبل قديماً هلأ سعر $600 هلأ 5 مليون، يعني أنت بتعرف يعني كدولار لبنان هلأ إحنا كنا نبيع 900 ألف، هلأ بتنشرب 5 مليون، 5 مليون ونص، 4 مليون ونص، في كل شيء له أسعار، وهلأ العالم عم تيجي تشتري عادي، عم نبيع عم نشتغل كل شيء، وعم في شغل هلأ بالنسبة للبلد هلأ إحنا اللي عايشينه هلأ في شغل أكتر ما كان قبل. هلا العالم عم تشتري سلاح للدافع عن حالها، لتحمي حالها، يعني عم انا شايف الشغل، يعني ما مش انه خف الشغل ولا شو اسمه، عم العالم عم تاخذ كل شيء لتحمي حالها. كثير سهل على المواطن اللبناني انه يحصل على رخصه سلاح، بيعرف نائب فلاني او وزير فلاني بيطلب منه خدمه بتجي على بيته. هيدي المشكلة عم نعاني منها، وجود السلاح بين ايدين الناس عم بيسهل عملية الإجرام، يعني بكون في مشكلة على صفة سيارة لأني أنا معي سلاح، واحد بسب بنزل أنا بقوس بستعمل سلاحي بيصير في عنا ضحية. سلاح المتفلت محطوط بإيدين أشخاص غير مسؤولة، بتروحي على عرس بقوسه، بتروحي على عزا بقوسه، إذا ابنه نجح بده يقوس لك ليش؟ يعني في شيء بديل، في شيء اسمه فرقع مثلاً، فرقعه لا تشبعه. صار في تعاطي بموضوع السلاح، خصو المناسبات والأفراح والأتراح والمشاكل السطحية والانفلات المعين. هلا تيجي تقولي إنه هذا السلاح هود الناس عملوا مشكلة وصار يقوسوا بالأعراس لأنه سلاح موجود، لا، أو صاروا بمشاكلهم يستخدموا هيك لأنه سلاح موجود، لا. يعني نحن خلينا ننتقل من نظرية الأسلحة المتفلتة لنظرية الأدمغة المتفلتة وأسبابها، أدت لأنه نوصل لمحل يصير استخدام السلاح بطريقة غوغائية وما منيح. نحن بنعرف ايمتى لازم نزيد مخزوننا بالسلاح، بنراقب التصريحات السياسيه، يعني بس يصير في عندك تصريح ناري
مثلا بيطلع عندك حدا بيقول لك انا عندي 15,000 مقاتل هودي بدهم يكونوا جاهزين وبدهم يقاتلوا، بعرف انا انه لازم مخزوني يزيد، وبس يصير في مشاكل باي منطقه بلبنان نسمع انه صار في مشاكل، بعرف انا انه تليفوني رح يدق ورح يقول لي الو بدي ذخيره بدي سلاح بدي كذا. ١٦/4/2016 كنت نازل على العين عن السكة، كان عنا انتخابات البرج، نازل أنا وخيي وأمي وخالتي، فجأة بحس أكلت شي سخن هون، بمشي وبقشط بالأرض، عم بدي أرجع أقوم ما قدرت، فقدت توازني وقشط ضغطي، قلت لهم ما عم بقدر أقوم وهيك حاسس شي سخن حدا طبشني بشي. عم بيكشف خي محمد بيلاقي شي نقر وعم بيطلع دم رصاصة طايشة، نقلوني على مستشفى البرج، ضليتني 4 ساعات لحتى اجت ورقة لفتت على مستشفى القلب، وضليت 24 ساعة مراقبة لعملوا لي العملية. شهر من السنة الماضية، شهر أنا عملت دراسة فيه عن الجريمة، طلع معي في 12 جريمة، وبال 12 جريمة سلاح أميري مستخدم، سلاح للدولة، وسلاح مرخص مرخصته الدولة، وسلاح متفلت إذا بدنا نقول فيه سلاح متفلت، وأدوات مطبخ، يعني ما فينا نجي نقول والله سكينة المطبخ بدنا نلمم لأنه صار في جريمة إنه حدا قتل مرته بسكينة المطبخ أو كذا. أشي أنا اسمي عمران ساكن هون بيروت. أول غلطة يعني من شاب صاحبي، كنت قاعد أنا وياه هيك زي بعض، قاعد حدي يعني من ورا السلاح الفلتان وعبو شنب، سحبه قوسني بالغلط، ومرة تانية فايت بهالشارع من الشوارع من هون، ففجأة أسامع بوف قواس، وقعت بالزروبة بشارع وقعت وبالإجرتين وبطني، والله لا يدوي لحدا هذا الوجع، يعني حسيت حالي عن جد انه وين نحن، بجبهه ولا بصحراء ولا بغابه، ما عارف حالي وين انا، بس عارف حالي انه انا بالارض ووجع ودم ونزيف. صرت اطلع على درج بيتي انا عاملي هيك، اذا بسمع صوت رصاص عن بعيد بخاف، ضب ولادي وبركض دغري على البيت، اذا بدي اروح مشوار صايد ما بروح معهم اذا في قواسات. لعبة ببجي مثلاً قداش ما درجت ما بنزلها، ما بفكر نزلها، أنا كتير بكره السلاح كتير كتير، وما بريد أنا بكرة مثلاً إذا ابني بده يكبر ويروح على مشوار صيد ما بريده يحمل برودة أو يقوس أو أي حدا من أولادي، يعني أنا هلأ عم دعي هذا الشخص يمكن بيعرف أنه هو آذي حدا، يمكن ما بيعرف، يمكن حياته انقلبت من وراء دعوية بس كتر ما عم دعي عليه. ضليتني سنتين ونص اتعالج من شيء، خلص من شيء يطلع لي شيء، خلص من شيء يطلع لي شيء، فهلا كمان صار معي التواء فقره وكذا شيء بظهري. كنت بدي اقدم على الجيش، قالوا لي ما تقدم، في حدا قال لي ما تقدم ما بياخذوك، لان على العمليه اللي عملها ما بياخذوني. هلا هذا اللي قوسني الله يسامحه، مسامحه من قلبي لانه انا عارف ما قصده، عطبني ما عادش فينا اشتغل، مصلحتي راحت، يعني عن جد يعني بايدي كان في مصلحتين، بنشرج وميكانيكي يعني ممكن سيان، فهلا صرت قهوه شاي، يعني عن جد الله يسامحه، يعني صرت ابيع قهوه وشاي هلا بس من ورا اللي قواس اللي تقوست باجري. احنا بنشكر القوى الامنيه انه لقطت القاتل بتاني نهار، يعني بعد 24 ساعة يمكن شوي، اكيد ما بتطفي النار اللي بقلبي، انا فقدت بنتي ضناي، صار في محاكمات وتحاكم وتميز الحكم، بعد سنتين ونص بميزوا الحكم، بتمييز الحكم قال بقوله ما وصلت البرقية على سجن زحلة، بيتهرب القاتل، ما بعرف ليش هالدولة ناس بسمنة وناس بزيت، هيدا
اللي أنا استنتجته، كيف بيظهر إنسان قاتل من قلب المحكمة، ما رح أذكر أي محكمة، من دون ما يعرف القاضي؟ الله لا يبلي حدا بهيك بلوي وعذاب والله ووجع، وبهيك بلد وبهيك يعني احترامي للبلد، بهيك دولة بهيك قانون. ما في دولة، ما في مستشفيات، ما في طبابة، ما في تحكيم، ما في تعويض، ما في شيء، بس في بني آدم تقوس بالغلط مات، الله يرحمه الفاتحة روحه اتصاب الحمد لله على سلامته، بس ما في مين ياخذ له حقه، ما في مين، ما في شيء. وفوق انه هذا كمان الدولة بدياني، يعني هلا انا لانه تقوست صارت الدولة بدياني، انا اللي تقوست. طب انا وين بدي اروح؟ وين بدي اجي؟ انا بالمستشفى منيح نتحكمت، كمان بدي اروح عند الدولة اخلص؟ ما حخلص، ولا انا ولا اللي هداك ولا هيك. انا تحت القانون عند الدولة اللبنانية، يعني انا مستعد هلا اسلم حالي، والوسطات عاملنا الدولي مثل ما بتعامل غير الوسطات والتعامل هاي، يعني احنا عم نفوت مثلا بنسلم حالنا بناكل قتل بنتكسر وبنسونا بالسجون وبنيمونا لانه ما عندنا وسايط، احنا فقراء كرمال هيك. يعني لازم باي طريقه بتلاقي الدوله بتناسبه بتيجي بتعمل عفو عام. نحن بنحب العفو العام ينعمل، وفي كتير ناس عم تطالب بالعفو العام، ينعمل العفو العام وينفتح صفحه جديده مع الناس، او يحسنوا وضع السجون ويصير اصلاحيات حقيقيه لحتى تحل المشكله، او يجوا يكمشوا هالناس المطلوبه اللي بيعتبروها مطلوبه، مش انه والله الدوله يعني عايز ومستغني بدها وما بدها. أتينا السلاح، نحن قلنا 100 مرة أيلين، وبنطالب الدولة اللبنانية هي إعطاء عفو عام عن هيدي الشباب وإعطاء فرصة جديدة للشباب لترجع لحضن الدولة، لأنه الدولة عازة عن تأمين فرص عمل لهيدي الشباب، وعازة حتى عن إيواءهم بالسجون اللبنانية. يعني نحن عنا مكان بالسجون اللبنانية ل 3000 سجين مكتستهم فوق بعضهم 10000 سجين، وتركتهم بدون محاكمات، وترك المطلوبين برا كمان صاروا بعشرات الآلاف المطلوبين. وعلى مسؤوليتنا نحن وقت اللي بيعملوا عفو عام، نحن ما بنقبل ولا نشوف قطعة سلاح بالمنطقة. يعني العالم عارف الطخ، والدولة ما عارفة تكمش الشباب، تضبن انه والله حرام هذا اللي عم يصير، يعني كل واحد معصب بيطلع بيقوس بينزل اثنين ثلاثة عادي كأنه عصفور ومات. هذا اللي عم يصير بمجتمعنا، يعني بنحكي على بيروت كلها، صعيد بيروت، وما في دولة، يعني لو في دولة كان ما وصلنا اللي وصلنا. هلا القاتل عم يسرح ويمرح، وأنا بعرف شو اسمه، بعرف رقم سجله، بعرف مين أمه، وبعرف وينه. الدولة ما بدها تعرف، مش ما بتعرف، لأنه بتمه ملعقة ذهب. هيدي هي نتيجة السلاح المتفلت، يعني اللي بيقتل مرة بيقتل 100 مرة. أنا قضية إليان ما رح أنساها طول ما قلبي عم ينبض. إليان شهيد السلاح المتفلت، ولتاريخ اليوم إليان بعد ما نالت العدالة. وإذا أنا سكتت بفتكر في غيري، في عندها أخت توم قلبها عم يحترق، في عندها بي، في عندها أخت، في عندها عائلة بكاملة. وعي فتكر المجري إنه لو راحت سنين صورتك بقلبي وبوجهي وبنظري وفي الله، والله يسترك من دعاوة كل أم. تجارة السلاح الفردي موجودة بأرقى دول العالم، يعني بنيويورك بتروحي في 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 متجر أسلحة، في شيء اسمه بفوت بشتري سلاح أنا من هون. مو المشكلة بتجارة الأسلحة وترشيدها، إنه الدولة اليوم منظمة هون في تجارة أسلحة بنيويورك رسمية، وهداك أبو حسين فاتح دكان ببيته عم يبيع سلاح، مش هون المشكلة. المشكلة السلاح لازم يكون موجود، يعني أنا صراف مفروض يكون سلاحي معي، أنا تاجر ذهب مفروض سلاحي معي. ما في شيء سلاح متفلت، في طريقة تفكير، في ناس عندها مشكلة
عم توصل لمحل تعمل جريمة أو بالسلاح أو بغير السلاح. يعني مش القصة أنه لأنه السلاح موجود أنا بروح بقتل حدا، لا، لأنه أنا فكر غلط بقتل حدا بالسلاح أو بغير. فنخلص من هيدي الثقافة بدنا نعمل حملات توعية كتير كبيرة. نحن على صعيد جمعية ببعلبك عم نشتغل على صعيد كل وطن، نحن مش بس ببعلبك عنا هيدي الظاهرة، هيدي الظاهرة بكل المناطق اللبنانية للأسف. من نشاطاتنا زيارات بالمدارس وبالجامعات تنعمل awareness لهيدا الجيل الجديد، لنحسسه لهيدا الجيل انه هيدا الجيل القديم ما عاد فينا نقنعه انه هيدا شيء تخلف وهيدا شيء عم بيروح ضحايا. خلينا نحن نبلش نأثر على اهلنا، نأثر يعني التلميذ المدرسي يأثر على بيه اذا حامل فرد يقول له بيه هذا مش محله بالبيت هيدا الفرد. انا فتت بهذه التجاره لحتى اعيش اطعم اولادي، مثلا اطعم اهلي اطعم عائلتي. برا ما عم بيستقبلونا لا شغل لا شيء، لا بلبشي هادي ولا بشي ولا بشي. انا معي شهاده معي كل شيء بس ما عم بيستقبلونا. انا اضطريت لحتى افوت بهالتجاره ايه كرمال البلد بده هيك شغل، لانه هذا العالم كله مش بس هون موجود عندنا بالحي مثلا سلاح، وين ما كان بلبنان موجود سلاح، بس احنا مضطرين لكرمال نعيش اول شيء. هلا نحن ما تخصصنا بجامعات تجارة السلاح وجينا بلشنا نتاجر. نحن الحياة الصعبة والظروف القاسية الاقتصادية ببلدنا هي اللي خلتنا نلجأ لهذا الشغل نشتغله. بس نحن بنتأمل من كل شخص بيشتري سلاح منا أو من غيرنا ينتبه كيف بده يستعمل هذا السلاح. يعني مش يجي يحمله ويبلش يقوس بالعالي إذا مبسوط ولا زعلان ولا حزنان عشان تنزل رصاصة براس حدا بريء. ووقت اللي بده يقوس يقوس، إذا كان عنده مشكلة يقوس على مشكله يعرف وين بده يقوس. نحن مع إنه يصير في عفو، مع إنه تنفتح صفحة جديدة مع هاي الناس اللي عندها مشاكل، بس بنفس الوقت مع إنه ينحل حل سريع لأنه في شيء وصلنا لإله ما بقى ينطاق. خاصه مش بالسلاح، خاصه بالأدمغة المتفلتة. إذا زبطت البلد بتمنى ابني يكون مدير الجامعة الأمريكية، بس إذا ما زبطت البلد بتمنى ابني يكون أقوى تاجر سلاح. ضد عقلي مثلاً بكرة ابني يكبر كذا يحمل سلاح. يعني أنا عشت بهذا الشيء وشفت هاللوعة وشفت كل شيء، بس أنا ضد إنه ابني يحمل هالسلاح مثلاً أو شو اسمه، لأنه أنا بدي طعمي ابني مثلاً شوكولا مثل أنا ما أكلت شوكولا مثلاً بدي طعميه. يعني انا قاعد بتضحك بس اضحك، بس انا زلمه طيب وقد ما بدكم طيب فيكم بتعرفوني قد ما بدكم، بس بدنا نعيش. انا كأم اذا بشوف القاتل على الطريق، كأخته كبية، شو ممكن انا شو مستنظرين من ام تعمل؟ اركع اللي تعا حكينا؟ ما بعرف شو ممكن اعمل. السلاح المتفلت في لبنان تحول الى لعبه موت، البريء هو من يموت فيها، اما مطلق الرصاص قد يكون حرا طليقا. وفي ظل مشهد تعداد ضحايا الرصاص المتفلت، كيف تعالج هذه الازمه ومن يوقف هذه الهستيريا؟